بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه اللحظات تسليم الإخوة الفائزين بأشواط سباق اليوم اللي في أول المراكز اللي فازت بالشوط الأول الرئيسي سلابة للسيد محمد بن طالب بن كردي المنخس من مسافة 1500 متر. تسليم الكاس لأنجال وأبناء السيد محمد بن طالب وأبناء السيد عبد العزيز بن كردي. تهانينا والناموس على فوز سلابة بالمركز الأول في الشوط الأول الرئيسي من مسافة 1200 الشاهينية للسيد محمد بن كردي بن طالب المنخس. فازت كذلك بالمركز الأول. نقول تهانينا والناموس. هذا هو كاس الشاهينية من مسافة 1200. تهانينا والناموس لجميع الإخوة الفائزين.